ولا حبيت تسلك خالد راني بلي بروف كاع اللي عندنا عليه هذوما لازم تقول لي زافوكا ديالو قدامك زبيده عسول قولها يكتب هو ضرني يكتب بريه يطلب السماح من الشعب الجزائري لانه خدم مع هاد لورغانيزاسيون تاع لي بينوار واللي كانوا والديهم في لوايس واللي كتبوا فيف لالجيري فرونسيز ويطلب السماح من الدوله الجزائريه ويطلب لا يطلب اون امنيستي وتلقوا لي ما نجيش نعاود يروح يقعد في الدار يروح يحوس خدمه واحده اخرى وما يجيش يدخل روحو خير سينو تجوز 3 سنين ديالو هادو وما يسلكوا حتى واحده بالك وتقولوا باللي يخافوا من اللي شوف لو كان الجزائر تتخاف المنظمات العالميه كما يقول لك شي ناس والمنظمات هما اللي يركعوهم عايشه دافي مع ما وفامي تدخلوا الجزائر ما حبوش يعطوهم لهم واقفين مع سوريا مالغري كاع لو مود كونتر عليهم هكذايا ضد اسرائيل وما استعرضوش بالدوله الاسرائيليه واحد ما قدر يهضر ولا يعبز علينا استدير حنا ما نركعوش ديروها مليح في بالكم الجيش تاعنا ما يركعش والعقيدة تاعنا ضد الإمبريالية تاع الصح هاد المنظمات العالمية اللي كنت تهضروا معاهم باش يدخلوا روحهم في الجزائر راكم تخرقوا روحكم في الجزائر بليس دومونديو لو ينترفونيو جامي ينترفونيو و بليس دومونديو ينترفونيو الدولة ما تستعرفش بكم والشعب كذلك ما يستعرفش بكم وتقعدوا هايمين في البلدان تروش دوموندي لواحد إمبريالية تجي تعطيك الحرية واحد إمبريالي عمره ما يعطيك الحرية هم داروها في ليبيا هاي في سوريا هاي في العراق هاي بارتو العراق صدموا صدموا كاع قتلوا الرايس الكور جابوا الحريه ليبيا كان يقول زي طوط توار هاي وراي ليبيا شوف سوريا هدموها هدموا سوريا هدموها كاع ريبوها شوفوا اليمن شوفوا فلسطين كيفاش اليوم تجوا تقولوا لي احنا نروحوا ليزورغانيزاسيون انترناسيونال باش يعاونونا مسخروا بيا ولا مستحيل ما تزيدوا لنا الا عزيمه تحب تبدل النظام كاع حابين تبدل النظام كاع حابين يكون جزائر جديده بصح نبلوها بولادها الداخل ماشي بان ليزورغانيزاسيون هادوما ديروها مليح في بالكم انا كونتر الناس هادوما جميع واحد يمس في اورغانيزاسيون انترناسيونال دينونسي الجزائر لهاد ليزورغانيزاسيون انايا نوقف له بالمرصاد وعدوه للابد بوان الانين